تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قصر ثقافة قنا ومكتبة مصر العامة ضمن جولته لتفقد المواقع الثقافية بمحافظات الصعيد. ووجه الوزير خلال جولته بعرض أفلام وثائقية بسينما الشعب وبتكثيف الأنشطة والفعاليات التي تناقش القضايا المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة. كما التقى مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا لبحث تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية لإلقاء الضوء على التراث الغني لمحافظة قنا. وأشاد وزير الثقافة بالبنية التحتية للمواقع الثقافية بقنا مؤكدا أن برنامج عمل الوزارة يشمل رفع كفاءة البنية التحتية للمواقع.